اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في نفس الموقع اللي قلت لكم عنه ال 12 دونم يا اخوان، تعرفون 12 دونم اللي حكينا عنهم، في نفس 12 دونم في نفس المكان، لا رحنا ولا جينا. تمام، اليوم عندي اشاره وعندي رمزيه. تمام، اول شيء اشارات، مش اشاره واحده، لكن في عندي رمزيه مهمه جدا. تمام، وضع المجسمات اللي جينا حكينا عنها حتى في المباشر، وقلنا اذا كان في مجسم فهو رمز للقبيله. تمام، اذا كان في عندي مجسم فهو رمز القبيله، لكن المجسمات الصحيحه مع مرور الزمن ومرور الوقت مع الامطار ومع مع مع ماشي، صار في عندها في يعني بطلت تبين مثل اول، يعني بطلت مجسم كامل ماشي، صار فيها تكسير، صار فيها كذا، ناس رايحه جايه الى اخره. تمام، فاليوم بدنا نحكي عن رمزيه المدفنيه. تمام، اللي هي بتدل انه هنا قبيلة فلان او قبيلة علان او رمز القبيلة اللي موجود هو المقبرة تبعتهم في المكان هذا والاخر. طيب اليوم راح نشتغل على الجرون. تمام، اللي معهم البصمات اللي حكينا عنهم، بصمات التثبيت، بصمات الاتجاه الى اخره. تمام، ونكمل موضوعنا، احضروا للاخر. طبعا مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس يا اخوان، لكن خلينا نفهم مع بعض ماشي الشغل كيف بيجي بدقة أو كيف بنشتغل عليه بطريقة دقيقة وشوي شوي علشان نفهم الموضوع كله. أول ما بتيجوا بتشوفوا إشارات مثل هاي الموجودة هون. تمام، عندي جرون، جرون هي عبارة عن مقابر. تمام، تقريبا ما بدنا نحكي الكل، يعني تقريبا كل جرون في معاه بصمة، يعني كل جرون في له تأكيد للشخص اللي حط الميت هون. ماشي، يعني في عندي هذا الجرون، هيو نصور هيك، في عندي هذا الجرون. تمام، هاي بصمته، هاي هيك. تمام، في عندي مثلا هذا الجرون، هاي بصمته، ها هنا في له ثلاث بصمات، حتى مش بصمة واحدة، هاي واحد اثنين ثلاث. فتجوا تقولوا لي قبضة وما قبضة، لا مش قبضة. تمام، عندي مثلا على سبيل المثال هاي جرون، تمام، وهي بصمته. فكل جرون تقريبا له بصمة، اللي هو احنا قاعدين بنحكي عن جرون قبور. ماشي، فكل واحد وضع في هذا المكان او في هذا المدفن بالذات، تمام، وضعوا له الجرن تبعه. طبعا مين حط الجرن هنا؟ بكونوا حاطينه اللي هو نفس اهل الميت، بكونوا حاطين الجرن وحاطين عليه بصمه تاكيد انهم اشتغلوا. تمام، الى اخره. لكن اذا بتطلعوا في الصخره كمان راح تلاقوا وجود البصمات الكثير، العدد الكثير اللي حكينا فيه للي شاركوا فيه بهذا المدفن. احنا قاعدين بنحكي اليوم يا اخوان عن مدفن، مش قاعدين بنحكي عن مقبره، نحكي عن مدفن، يعني عدد كبير في غرف، مش قاعدين بنحكي عن شخص شخصين ثلاث أربعة عشرة، احنا قاعدين بنحكي عن عدد كبير. اذا في عندي غرف. تمام، شوفوا تحليل الاشاره من البدايه للنهايه. ماشي، في عندي غرف، في عندي اثبات بوجود الغرف، يعني لازم يكون في عندي اثبات على وجود الغرف. مدام في غرف معناته في إثبات، مدام في جرون معناته في عندي غرف، يعني عندي جرون كثير بهالعدد هذا معناته في عندي غرف. الآن بناخذ الرمزية تبعت القبيلة، اعذروني على صوت الهواء يا اخوان. تمام، احنا هاي هالمايك لكن على الفاضي، الهواء شديد. تمام، راح ناخذ الرمز تبع القبيلة. تمام، والشغل تبعه، بس هنا طلعنا في هذا المجسم الصغير. تمام، طلعنا في المجسم الصغير يا اخوان، عندي راس كامل ماشي، عندي عين، عندي عين ثانيه، عندي انف، عندي فم. تمام، اذا في عندي رمز للقبيله. الان ما راح اخذ هذا كاتجاه، ما راح اخذه كتوجيه، لكن راح اخذ منه فقط مكان الحفر، يعني راح اخذ من هذا الراس مكان الحفر فقط لا غير يا اخوان. عندي الراس هيو، عندي عين عين، عندي انف، عندي الثم تبعه زعلان طبعا لانه مقبره، بس بده يكون مبسوط، يعني احنا بنحكي عن منتزه، احنا بنحكي عن مقبره قاعدين. تمام، فهذا المجسم اللي موجود، طبعا مع الزمن ومع الرياح ومع المطر الى اخره صار فيه تكسير، صار فيه يعني خرب، يعني ما تبطل زي اول، لكن لو هذا رجعنا له 3000 سنه لورا راح نشوفه وجه كامل ومظبوط 100%. لان وضعوا هاي الرمزيه لاخافه العابثين بالقبور، اخافتهم
ماشي، لانه حتى وضعوا لهم هون انه وجود مصيده او الى اخره، يعني في عندك دخول لكن في وجود مصيده، عشان يخاف اللي جاي يعبث بهذا العابثين بالقبور خلينا نحكي تمام، او المستكشفين او الى اخره، عشان يخافوا ما يقربوا. اوكي، عملوا لهم اياه بالشكل هذا. لكن انا شو بدي اخذ من عنده هذا؟ شو بدي اخذ منه؟ بدي اخذ منه فقط توجيه وحيد اللي هو مكان الحفر. تمام، راح اخذ منه فقط مكان الحفر. الان الراس عندي موجود، السيال اللي نازل منه، السيال اللي نازل منه، يعني لو جيت وضعت هنا في المنطقة هاي مي، تمام، راح تنزل معي المي، ماشي، راح ظلها نازلة باتجاه اصبعي، طلعوا كيف، لحد ما توصل لإشارة اللجف الخارجي، مش اللجف الداخلي، عندي لجف خارجي هون يا اخوان، تمام، عندي لجف خارجي مش داخلي. كيف يعني لجف خارجي؟ دقيقة خلنا نضف من هون عشان نعرف نشتغلها. فاتح جرن هون، تمام، لكن جايها مي المنطقة. على كل الأحوال عندي لجف خارجي، هذا اللجف الخارجي يا أخوان، اللجف الخارجي اللي هو اللجف اللي ببلش من المنطقة اللي تحت لفوق، ماشي، ما له تكمله، يعني عنده نهايه، عنده خط نهايه، هذا بنسميه اللجف الخارجي. كيف بنشتغلوا اللجف الخارجي؟ شو الطريقه اللي بنشتغلوا فيها؟ بنروح مع الصخره لبرا، يعني تتنظف الارض هاي اللي موجوده، تتنظف كامله، بتروح مع الصخره لبرا عشان تلاقي مكان معين مثلا موجود هون، المكان هذا هو بدايه الحفر، مش هون بدايه الحفر، لو كان لجف داخلي وكان نص جرن وداخل لتحت، تمام، باجي بقول لكم هذا بلجف تحت الصخره وبنزل، لكن لجف خارجي بدي اطلع لبرا مع الصخره، وين ما بتروح معي الصخره بدي اروح معها، والله العليم انها تكون في المنطقه هاي عشان تلجفوا من هاي المنطقه وتروحوا باتجاه. طيب الان راح اخذ حل الاشاره الاخير، خلينا نحكي ناخذ حل الاشاره الاخير اللي هو شو بدل انه وجود غرف في هذا المكان. يعني انا كيف بدي اعرف انه هذا موجود فيه غرف او مش موجود فيه غرف؟ تمام، طبعا احنا اخذنا الراس هيو، تمام، اخذنا الجرون الموجوده، اخذنا اشاره اللجف مكان الحفر. الان انا بدي اعرف على ايش نازل، شو الشغل اللي نازل عليه. راح نطلع الصخره من فوق، تمام، راح يبين عندي الاشارات اللي احنا بنيجي بنحكي عنها كل مره اللي هي اشاره المغاره، تمام، اشاره مغاره ثانيه، طبعا نفس الاتجاه كلهم رايحات، وهي اشاره مغاره ثالثه بنفس الاتجاه، هاي اشاره مغاره رابعه في نفس الاتجاه، هاي اشاره مغاره خامسه في نفس الاتجاه. اذا في عندي غرفتين، ثلاث، اربعه، خمسه. اذا بدنا نيجي نكمل، راح نلاقي عندنا اشارات ثانيه. طبعا هون غرفه برضه، هون سته، يعني صاروا سته، سبع غرف، ثمان غرف، في غرفه صغيره. تمام؟ الان اذا بدنا نيجي نكمل، في عندي رمزيه ثانيه، في عندي شغل ثاني. الشغل الثاني، اول شيء هاي المغاره، تمام، حطوا اشارتها هون، لكن فيها توجيه بالاتجاه هذاك يا اخوان، بهذاك الاتجاه هناك. هاي المغاره بالاتجاه هذاك. لكن في عندي شيء مهم جدا. شيء مهم، تذكروا اشاره الدرج اللي حكينا عنها قبل هالمره؟ وجود اشاره الدرج، لكن هاي موجوده داخل تحت الارض. هاي الاشاره موجوده تحت الارض. هاي تدل على انه الغرف الموجوده، سبحان الله، يعني تشوفوا كيف اخوان، يعني انا اعطاني كم من غرفه في موجود، لكن اعطاني كمان دلاله انه الغرف هذولا كيف جايات. تمام؟ شو الطريقه اللي جايه فيها؟ يعني عندي غرف جايه بالجنب، ماشي، عندي غرف جايه فوق بعضها. تمام؟ يعني في مشي، او خلينا نحكي في دخول، بعدين في صعد، في دخول ثاني، بعدين طلعه، بعدين دخول ثاني، بعدين طلعه، بعدين دخول ثاني. اذا عندنا مساحه كبيره جدا في هذا المكان، تمام، بتدل على هذا الحكي كله. شفتوا كيف احنا اخذنا الغرف وكيف اشتغلنا على الغرف وكيف عرفنا قديش عدد الغرف؟ حتى تشكيل الغرف داخل المغاره بتلاقوه موجود يا اخوان، بتلاقوه موجود، بتعرفوا كيف التشكيل الداخلي، ماشي. اللي حط الإشارة ما حطها بيوم وليلة يا إخوان، حطها بشغل، بتعب، حطوها في سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة. طبعا مش هذولا ماتوا مرة واحدة، ما ماتوا مرة واحدة يا إخوان. طبعا تفصيل المغارة، شايفين هذا التفصيل اللي موجود هون؟ نفس العملية هون،
طلعوا هي تشكيل المغارة، وهي وجود الدرج اللي هو يعني طلعة مقبرة. طلعوا البصمات اللي عليها، تمام، إشارة صحيحة 100%، تمام، داخل إشارة مغارة، تمام. فإحنا بنيجي بنرجع بنحكي نفس الكلام، اليوم وضع الإشارة ما حطها ماشي بيوم وليلة، يعني الميتين هذولا ما ماتوا بيوم وليلة، حطها في سنين يا أخوان، يعني اشتغل عليها سنين ماشي. فلما أنجز الشغل كله الآن الإنجاز تبعه، حطوا على الصخرة، رسموا على الصخرة، اشتغلوا على الصخرة عشان يقول للناس إنه إحنا اشتغلنا كذا وكذا 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 وكذا، تمام، يعني اشتغل بالطريقة الصحيحة عشان يحكي للناس كيف كانت طريقة شغلهم. حطوا الإشارة وحطوا تفسير الإشارة وحطوا شكل الإشارة كيف بده يجي. إذن أخذنا اليوم الشكل الرمزية اللي هو شكل الوجه الزعلان ولا مش زعلان إلى آخره، لكن شكل الرمزية الموجودة رمزية للمدافن. الآن أخذنا الجرون، عدد القبور، كل قبر معاه بصمة، تمام. أخذنا البصمات اللي موجودة بعدد كبير، أخذنا شو مثلا طريقة اللجف وكيف بنروح مع طريقة اللجف ماشي، وأخذنا قديش عدد الغرف وكيف خلينا نحكي الشكل تبع الغرف اللي موجود. أخذنا تفسير المغارة من جوا، تمام، يعني اشتغلنا على أكثر من معلومة في صخرة واحدة، لكن اشتغلنا على أكثر من معلومة، لكن هي الصخرة قوية جدا، إشارتها قوية جدا يا إخوان، تمام. مش سهلة، شغلها مش سهل ومش بالسهولة كمان، راح يكون فيها مصايد وراح يكون فيها شغل يعني بخوف ماشي، لكن كبير جدا، تدل على وجود مقابر بشكل عظيم يعني، تمام. أنا طبعا وأنا بحكي قاعد بتفرج بلاقي إشارات جديدة كمان نفس العملية. شوفوا يا أخوان، هاي تشكيل المغارة ماشي، عندي طابق 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 طابق، طبعا هذول شيء جايات بشكل جرون، لكن زي البصمات لكن جايات بشكل جرون، تمام. أعرف في هنا زريعة غريبة، وضحت الصورة يا أخوان، وضحت إحنا كيف اشتغلنا من البداية للنهاية. هاي هي الشغل، هذا هو الشغل، هيك إحنا بنشتغل، تمام. طبعا شكرا لكل المتابعة، وإن شاء الله استفدتوا من هاي الحلقة، وأهلا وسهلا فيكم.